مدبول يؤكد أن الحكومة تعمل على تشجيع المستثمرين وحل جميع المشكلات. فحص أكثر من 3 ملايين مواطن في المرحلة الثالثة من 100 مليون صحة حتى الآن. وأبو الغيط يؤكد أن بيان وزراء الخارجية العرب يدين التدخلات التركية والإيرانية. التاسعة مساء السابعة في جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع مروج إبراهيم. مروج، شكرا لك شادي. ومشاهدينا الكرام أهلا بكم. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار. وأوضح مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء أن هذا التعديل سيسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية وتوسع الشركات في استثماراتها وضخ استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تشجيع وتحفيز المستثمرين وكذلك حل جميع المشكلات بما يسهم في إيصال رسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر. كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزيرة التخطيط هالة السعيد بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، مشددا على عدم قبول تكرار الخطأ الفردي الذي حدث في حادث قطار محطة رمسيس. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تواجه تحديا في الكوادر الموجودة بالبنية الأساسية، حيث تحتاج هذه الكوادر إلى التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العاملين في هذه القطاعات التي شهدت انفاق استثمارات ضخمة. ووجه مدبولي الشكر لوزير النقل السابق هشام عرفات، مشيرا إلى أنه أدى ما عليه خلال فترة توليه المسؤولية. من جانبها أشارت وزيرة التضامن إلى أن الوزارة تعمل إلى جانب كافة الوزارات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطي المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة. هذا ووافقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات نتابعها في سياق العرض التالي. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بالعمل على زيادة حجم التعاون مع بنك التنمية الإفريقي خلال الفترة القادمة. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع بعثة البنك، حيث تم بحث دفع مبادرات الاندماج الإقليمي ودعم صندوق تشجيع وضمان الاستثمار في إفريقيا تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي في منتدى إفريقيا 2018. من جانبها أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع البنك للتعاون في إقامة العديد من المشروعات في مجالات الطاقة والبنية الأساسية والنقل. هذا وأشاد نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي بالإصلاحات الناجحة التي نفذتها مصر في إطار برنامجها الإصلاحي.
شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون ثلاثي بين وزارتي التموين والتنمية المحلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وقال وزير التموين علي المصلحي إنه بمقتضى الاتفاقية يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بإمداد منافذ وزارة التموين بالسلع الأساسية بأسعار مناسبة وتوزيعها على المواطنين باستخدام شبكة التوزيع التابعة للوزارة. وذكر مصلحي أن الاتفاقية تأتي في إطار دعم السياسات الوطنية في تحقيق الأمن الغذائي. وفي شأن آخر قال وزير التموين إنه تم الاتفاق على سعر إردب القمح للعام الجاري ب 685 جنيه. توقيع هذا البروتوكول ضمن سياسة تم اعتمادها من دولة رئيس الوزراء، وهو سياسة التنسيق ما بين وزارة التموين والزراعة لوضع استراتيجية للأمن الغذائي. أرجوكم كلمة الأمن الغذائي ما تفهمش اكتفاء ذاتي. الأمن الغذائي إن إحنا نبقى عارفين أرضنا إيه ومزارعنا إيه وإنتاجنا إيه واستهلاكنا إيه، وبالتالي بهذه المعرفة نستطيع أن نحدد ما نسميه فجوات، زي ما أنتوا بتشوفوا في محصول هام جدا زي القمح بنبقى عارفين المساحة المنزرعة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بنبقى عارفين معدل إنتاج الفدان، بنبقى عارفين معدل التسويق بتاعنا، وبالتالي بنبقى عارفين مسبقا واحنا بنحط موازنة السنة دي هنبقى احتمال نستورد كام مليون طن. ده اسمه تخطيط لتوفير السلع المختلفة حتى يكون هناك إتاحة لهذه السلع في كافة الأوقات. شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون لإطلاق بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري على شبكة الإنترنت وإتاحته للعالم في صورة رقمية. وتأتي الاتفاقيتان اللتان وقعتا بين وزارتي الاتصالات والآثار والاتصالات والثقافة في إطار حرص الدولة على نشر الثقافة المصرية الثرية والمحافظة على ريادتها وإتاحتها رقميا لجميع شعوب العالم. وأشار وزير الاتصالات إلى أن هذه الاتفاقيات تؤكد التزام الحكومة بالمضي قدما نحو تحقيق استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي. مصر كما تعلمون حضراتكم دولة عريقة لديها مخزون ثقافي فياض متمثل في وثائق، في كتب نادرة، في أفلام وثائقية، في أفلام تسجل أثرنا المتفردة والنادرة وغيرها من كافة أطياف وأنواع المواد الثقافية النادرة والفريدة التي تثبت وتؤكد وتكرس قوة مصر الناعمة وعرقتها. الهدف من مشروع الذي وقعنا بروتوكول له اليوم هو رقمنة هذا المحتوى الزخم الثري المتفرد وإتاحته للباحثين والدارسين والمثقفين من خلال منصة رقمية واحدة تتيح كافة عناصر هذا المحتوى الثقافي بناء على تصنيف نوعي وموضوعي. النهاردة المنتج الثقافي، النهاردة الثروة الثقافية اللي بتمتلكها مصر متاحة إن شاء الله هتكون للجميع. التقارب اللي هيحدث في التباين بين الثقافات الخارجية والعالمية وبين ثقافتنا هيبقى حدث كبير جدا جدا. المنصة الإلكترونية أو البوابة إن شاء الله يعني هتمنح زي ما معالي الوزير قال إن العالم كله يقدر يطلع على ما تمتلكه مصر من ثقافة. احنا تفردنا في مصر وبحضارة وبإرث ثقافي متنوع ومتميز ومتفرد وممتد على مدار آلاف السنين، وده اللي احنا ان شاء الله هنحاول نبرزه من خلال المنصة ومن خلال تعاون الثلاث وزارات. ممكن بس هضيف بس كمان الزيارات الافتراضية، ان احنا ان شاء الله هنتيح ان الناس ممكن تتفرج على المتاحف والاثار بتاعتنا من خلال جولات افتراضية، ودي حاجة لاول مرة ان شاء الله تحصل بإذن الله بالتنسيق بين الثلاث وزارات. أكد وزير التعليم العالي دكتور خالد عبد الغفار مشاركة 110 مستشفيات في إنهاء ثلاث حالات قوائم أو ثلث حالات قوائم الانتظار، مشيرا إلى أن مستشفيات جامعات عين شمس والمنصورة والقاهرة كانت الأعلى في إجراء عمليات الرمض وقسطرة القلب. هي إنجاز كبير أن يكون في 100,000 حالة بيتم الانتهاء منهم في فترة زمنية قصيرة بعمر الزمن 8 شهور، وهذا الكم العمل الكبير وراء مجموعة خبراء، أطباء، إداريين، فنيين، تمريض، عاملين عشان نقدر نصل اللي احنا موجودين فيه ده النهاردة بالدقة الشديدة.
زي ما معالي الوزيرة قالت احنا في المستشفيات الجامعية 110 مستشفى قدرنا نساهم في حوالي تلت الحالات، يعني ما يقرب من 30 ألف حالة تم تدخل فيها من قبل المستشفيات الجامعية. احنا عندنا مستشفيات زي مستشفيات جامعة القاهرة وعين شمس واسكندرية واسيوط والمنصورة والزقازيق وطنطا وبنها والمنوفية وقناة السويس والمنيا وسوهاج، جنوب الوادي، بني سويف، الفيوم، كفر الشيخ، المعهد القومي للأورام، مستشفيات جامعة الأزهر، معهد يدور بالهرس، ومعهد بحوث أمراض العيون. خلينا أقول إن على مستوى جراحات الرمد على سبيل. قالت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد إن وزارة الصحة ومقدمي الخدمة في المرحلة الأولى والثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة أصبح لديهم خبرة متراكمة تم نقلها إلى مقدمي الخدمة في المرحلة الثالثة، وهو ما أدى إلى تحقيق إنجاز فاق كل التوقعات العالمية. المرحلة الثالثة كده لأن كان في تشوق من المواطنين وتشوق من مقدم الخدمة وغيرة إن هم لغاية دلوقتي لسه بدأوش، وكان في خبرة متراكمة لوزارة الصحة ومقدم الخبرة والخدمة في المرحلة الأولى والثانية نقلناها لزملائنا في المرحلة الثالثة، فكان هذا النوع من الإنجاز اللي أعتقد إن هو يعني تخطى كل التوقعات العالمية. أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عن انتهاء من مسح 3,142,000 مواطن بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية والمنعقدة تحت شعار 100 مليون صحة. وأضافت وزيرة الصحة أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها في الأول من مارس إقبالا منقطع النظير، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم مسحهم في المراحل الثلاث من المبادرة الرئاسية قد وصل إلى 34,034,000 مواطن، مؤكدة أن الدولة تستهدف مسح كل المواطنين وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته. انطلقت المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، تستهدف المرحلة فحص 4,500,000 طالب في أكثر من 9,000 مدرسة ب11 محافظة على مستوى الجمهورية. ومن جهتها نشدت وزارة التربية والتعليم المواطنين بعدم الالتفات إلى الشائعات التي يروجها البعض عن طريق بث أخبار كاذبة حول الحملة وتحريض أولياء الأمور بعدم المشاركة فيها، مؤكدة أن كل ما يروج عن تسبب الحملة في أمراض أو مشكلات صحية ما هو إلا استمرار لمحاولة إشاعة الذعر والقلق. أكد مدير فرع التأمين الصحي لمنطقة شمال غرب الدلتا عناني إسماعيل الإقبال الشديد من الطلبة على مبادرة الكشف عن حالات التقزم والأنيميا والسمنة. وقال إسماعيل إنه تقرر مد العمل في المرحلة الأولى حتى يوم الاثنين المقبل حتى يتم الوصول إلى العدد المستهدف من مسح طلبة المدارس. نظر الإقبال الشديد من طلبة وحماس الفرق مد العمل المرحلة الأولى حتى اليوم الاثنين القادم ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله نخلص خلال الايام اللي جايه المستهدف بتاعنا، واحنا عندنا 11 عياده احاله بنبتدي نتصل باولياء الامور الحالات الايجابيه، وابتدت الاسبوع الماضي حالات الانيميا بتعمل الفحوصات اللازمه، حالات السمنه وحالات التقزم. أطلق فرع التأمين الصحي ببني سويف الحملة الرئاسية وذلك للكشف عن أمراض التقزم والأنيميا والسمنة لطلاب المدارس الابتدائية. أقال منسق عام الحملة الدكتورة هبة محمد حسن في تصريحات لإكسترا نيوز إن الحملة الرئاسية انطلقت في 769 مدرسة ابتدائية متنوعة مستهدفة الكشف على أكثر من 442,000 طالب وطالبة في المراحل الابتدائية. النهارده أطلقت الحملة الرئاسية لاكتشاف أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم من طلاب المرحلة الابتدائية في بني سويف، احنا من ضمن 11 محافظة في المرحلة الثانية. إجمالي المدارس في بني سويف حضر وريف 769 مدرسة بإجمالي طلبة 442,560. فرق الحضر هينزلها فرق من التأمين الصحي، لكن مدارس الريف هينزلها فرق من الصحة، يعني في تعاون بيننا وبين الصحة في المسح ده.
أعلن صندوق تحيا مصر توفير 5 وحدات متنقلة مجهزة بأطقم طبية ووسائل إجراء الكشف الطبي على العيون في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية نور حياة للكشف والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار. وقال المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح إن الوحدات المتنقلة ستساعد الفرق الطبية على أداء مهامها في المناطق التي من الصعب الوصول إليها. هذا وتستمر قوافل مبادرة نور حياة في إجراء الكشف الطبي على الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية للأسبوع الرابع في 7 محافظات. أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد أن صندوق النقد الدولي حريص على استمرار نجاحات مصر الاقتصادية، مشيرا في تصريحات لأكسترا نيوز إلى أن هناك مشاورات لضرورة استمرار تقديم المساعدة الفنية لمصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في يونيو المقبل. يعني البرنامج الإصلاح الاقتصادي يسير يعني وفق المقرر ويحقق نجاحات يعني تشهد لها كل المؤسسات الدولية. يعني الحديث الآن في هذه المرحلة عن ماذا بعد، ماذا بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية يونيو القادم. صندوق النقد الدولي انطلاقا من نجاح التجربة المصرية حريص على استمرار هذا النجاح، لذلك فهم بدأوا مشاوراتهم معنا في كيفية استمرار تقديم المساعدة والمشورة الفنية لمصر بعد انتهاء البرنامج. مصر على الجانب الآخر حريصة على يعني الحفاظ على النجاحات التي حققها هذا البرنامج، ومن ثم سنظل على تواصل مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية يعني الكبرى للحصول على الدعم الفني والمشورة فيما يخص الخطوات المستقبلية. كما ذكرنا من قبل لن يكون هناك اتفاقيات بقروض أخرى من الصندوق، لكن سيكون هناك نوع آخر من التعاون في شكل فني وشكل استشارات اقتصادية. أكدت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم مساندة الوزارة لكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تسعى للمشاركة في تنفيذ الخطط التنموية للدولة والهدفة إلى تنمية الوعي وبناء الإنسان. وخلال افتتاحها فعاليات الدورة 9 من مهرجان حكاوي الدولي لفنون الأطفال بمركز الهناجر بمشاركة سفير إنجلترا بالقاهرة، أشارت عبد الدايم إلى أن هذا المهرجان يعد أحد ثمار مساهمات مؤسسات المجتمع المدني في مجال فنون الطفل، ويعد تظاهرة فنية تجمع المهتمين بها من مختلف أنحاء العالم. ترأست وزيرة الاستثمار سحر نصر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمناقشة أعمال تطوير وإنشاء مناطق استثمارية جديدة وعلى رأسها الصف وبنها وميد غمر. وأكدت الوزيرة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لديها 5 مناطق استثمارية قائمة في الجيزة والشرقية تتضمن 259 مشروع بحجم استثمارات 11 مليار جنيه، يعمل بهم 59 ألف عامل، ويجري حاليا إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة بواقع 4 مناطق في القاهرة ومنطقتين في القليوبية ومنطقة في كل من الشرقية والإسكندرية والفيوم والجيزة والدقهلية ودمياط. هذا وقد أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أهمية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص كنموذج يحتذى به للتعاون الإقليمي. جاء ذلك خلال مباحثات أجرتها الوزيرة مع وفد يوناني برئاسة نائب وزير الاقتصاد والتنمية اليوناني، حيث تطرق اللقاء إلى تطورات مناخ الاستثمار في مصر وحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، داعية إلى زيادة الاستثمارات اليونانية في مصر بما يعكس حجم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. أوضح نائب وزير الاقتصاد والتنمية اليونانية أن هدف الزيارة يتركز حول توطيد علاقات التعاون والدفع بمزيد من الشركات اليونانية إلى السوق المصرية باعتبارها بوابة أفريقيا. استقبل رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش وفد اتحاد الصناعات اليوناني بمبنى المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية. وأشاد مميش بما تشهده العلاقات المصرية اليونانية من قوة وترابط على المستوى الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي، مؤكدا أهمية تعزيز مجالات التعاون من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والمنطقة الاقتصادية بشكل خاص، والتي تضم عددا كبيرا من قطاعات الاستثمار الحيوية للجانب اليوناني. وشهد الحضور
عرضا عن المنطقة الاقتصادية ومشروعاتها واستعدادات المنطقة لاستقبال الاستثمارات المتنوعة. بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا مع النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورغن ريكتريك فرص تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البنك وقطاع البترول في عدد من المشروعات البترولية. وأشار الملا إلى أن اللقاء تناول الاستفادة من تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة بما يدعم علاقات الشراكة مع دول الجوار. ولفت وزير البترول إلى أنه تم استعراض برامج التطوير والتحديث لقطاع البترول لمواكبة التطورات الضخمة التي تشهدها صناعة البترول. ومن جانبه أبدى النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي استعداد البنك لتقديم كل أوجه الدعم وتوسيع آفاق التعاون مشيدا بالتطورات الإيجابية التي حققها قطاع البترول في مصر. أكد وزير المالية محمد معيط أن رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بالسوق المصرية بلغ في نهاية فبراير الماضي نحو 15 مليار و800 مليون دولار. وأوضح معيط أن هذا الإقبال المتزايد جاء نتيجة تنامي الاقتصاد وثقة المستثمرين والمؤسسات المالية، مضيفا أن الآليات التشريعية التي تتخذها الدولة لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية تزيد من الإقبال على الاستثمار في أدوات الدين، مشيرا إلى أن الإصلاحات والمؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد يسير في المسار الصحيح. أعلن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن فوز مصر بمكانة رفيعة في مجال المساواة بين الجنسين في المؤسسات العامة، والذي جاء في إطار المجهودات التي بذلها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لمجلس الوزراء في هذا المجال، واستحق بها جائزة خاتم المساواة بين الجنسين. عند دراسة التجارب الاقتصادية الناجحة في العالم سوف نكتشف أن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تلعب دورا في غاية الأهمية لتحقيق التقدم الاقتصادي والصناعي. ومن هذا المنطلق وبإدراك واع لهذا الملف، وجهت الدولة جهودها لدعم رؤى الشباب وتطلعاتهم لبدء مشروعاتهم الخاصة التي تدفع بعجلة التنمية إلى الأمام. ولذلك قام جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالعمل على دعم الشباب من الجنسين على أكثر من محور، سواء الدعم المالي أو الفني أو التسويقي، ليبدأ الجهاز معهم خطواتهم على طريق التنمية الصناعية والاقتصادية. المعايير التي وضعتها الدولة لدعم الشباب لم تفرق بين الجنسين، بل وقفت وراء جميع المشروعات ذات الأفكار الجيدة والقابلة للتطبيق، وهو ما دفع البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة إلى منح جائزتها لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدوره في هذا الشأن. الرئيس التنفيذي للجهاز نيفين جامع أكدت أن الجهاز التزم بكافة المعايير التي تراعي تمكين المرأة وكذلك سهولة الخدمات التي يقدمها الجهاز للشباب، فضلا عن توفير الجهاز البيانات والتقارير التي تسهل عمل المنظمات الدولية الداعمة لعمل الجهاز. الأفكار الجيدة القابلة للتطبيق في صورة مشروعات صغيرة أو متوسطة أحد أهم الجوانب في نجاح تلك المشروعات، ويمتلك الشباب المصري من الأفكار المبدعة الكثير، لكن من المهم أن تتم دراسة تلك الأفكار بكل جدية والبدء فورا في تنفيذ الجيد منها. تتواصل أعمال معرض إقليم أفريقيا في مدينة الأقصر الذي يضم عدد كبير من الشركات العالمية في مجالات الطيران المدني، ويشمل المعرض الذي يقام على هامش مؤتمر المجلس العالمي للمطارات لإقليم أفريقيا مجالات تطوير تكنولوجيا المطارات وخدمات الملاحة الجوية والتسويق الإلكتروني للمطارات وتطوير خدمات النقل الجوي. شهد المعرض مفاوضات حول توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين العارضين والمشاركين من كبرى الشركات العالمية. شددت وزيرة السياحة رانيا المشاط على أهمية السوق الألمانية والتي تعتبر من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر. جاء ذلك خلال افتتاحها الجناح المصري المشارك في فعاليات بورصة برلين السياحية، حيث أشارت المشاط إلى أهمية المشاركة في هذه البورصة باعتبارها التجمع السنوي الأكبر لصناعة السياحة العالمية. وصمم الجناح المصري بتكنولوجيا حديثة لعرض الآثار المصرية الشهيرة مثل القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون بتقنية هولوجرام. كما تم
توفير تقنية الواقع الافتراضي للترويج للمتحف المصري الكبير ومعايشة تجربة تفاعلية للمنتجعات السياحية المصرية وأعماق البحر الأحمر. قال رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي حسن الفار إنه جاري تنفيذ 11 مشروعا لمياه الشرب بمحافظة القليوبية بتكلفة نحو 1,334,000,000 جنيه لخدمة نحو 2,500,000 نسمة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الإسكان عاصم الجزار مع محافظ القليوبية علاء عبد الحليم، حيث أشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب إلى أنه جاري كذلك تنفيذ 60 مشروعا للصرف الصحي بتكلفة 3,752,000,000 جنيه. وافق وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم على توقيع مركز الدراسات القضائية على تجديد اتفاقية التعاون مع المعهد الفرنسي بمصر. تركز الاتفاقية على تنظيم دورات لأعضاء الهيئات القضائية ودورات في اللغة القانونية، وكذلك تيسير سبل الاطلاع على أحدث المطبوعات والكتب الثقافية والدورات القانونية باللغة الفرنسية. هذا وعقدت دورة تدريبية وهي الأولى من نوعها للعاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك للارتقاء بقدراتهم وتنمية مهاراتهم. أقامت الحماية المدنية بوزارة الداخلية احتفالا لمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية، عرضت خلاله عدد من المعدات والأدوات والأجهزة الحديثة التي يستخدمها رجال الحماية المدنية في عملهم. تحت شعار سلامة الأطفال مسؤوليتنا، أقامت وزارة الداخلية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية، عرضت من خلاله عددا من المعدات والأجهزة الحديثة التي يستخدمها رجال الحماية المدنية في عملهم. كما أقيم بيان عملي استعرض من خلاله رجال الحماية المدنية جهودهم في مجال إبطال مفعول العبوات الناسفة باستخدام التقنيات الحديثة وعمليات إطفاء الحرائق المختلفة وإنقاذ أشخاص عالقين في مباني منهارة أو أثناء الحرائق. دي نسخة مصغرة اللي احنا بنقوم بيه في الحقيقة. بالفعل هدفنا ان نغرز القيم دي في رؤوس الاطفال، ان هم يعرفوا ان بلدهم بتقدم الخدمات دي. هدف النهاردة ان احنا بنبدأ نرفع الوعي المجتمعي بدور الحماية المدنية في المجتمع، دي حاجة. ده شق، والشق التاني ان انا مهم عندي ان انا اعرف المواطن ايه مصادر الخطورة اللي هو قد لا يكون غافل عنها او مش حاسس بيها. الاحتفالية التي شارك فيها عدد كبير من اطفال المدارس لتعريفهم بجهود رجال الحماية المدنية شهدت تكريما للمتميزين من الضباط والافراد والمجندين واسماء عدد من شهداء الشرطة. النهاردة انا سعيد جدا لان كل القادة اللي هو خدم معاهم الحقيقة كانوا بيشكروا فيه على المستوى الانساني وعلى المستوى التخصصي ان هو كان ضابط متفوق وناجح. التحقت بمجال الحماية المدنية واخد فرقة الاطفاء التخصصية، دي كانت اول مرة تحصل ان الوزارة يعني في ضباطات تدخل المجال، وانا حصلت على الفرقة والحمد لله اخدت المركز الثالث. وطبعا الناس هنا يعني دي حاجة جديدة في المجال وانا يعني كنت فخورة بيه جدا. اعرف برضو الناس بتاعة المطافي اللي هو برضو لو حصل اي حريق لازم نكلمهم ضروري ونخلي البيت علشان ما يحصلش برضو اضرار. الاولاد بيبقوا سعداء جدا وهم شايفين العروض وشايفين قد ايه عمل الحماية المدنية خطر جدا. تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط نحو 36,000 عبوة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مقلدة، فضلا عن 15 طن من الأسماك الفاسدة. استمرارا للحملات التموينية التي تهدف للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال ضبط السلع الفاسدة وحالات الغش التجاري، فقد نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط أكثر من 36,000 عبوة سلع غذائية إضافة إلى مستحضرات تجميل مقلدة، كل المضبوطات أيضا غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقاهرة والبحيرة والجيزة. كما استطاعت الإدارة ضبط 15 طن أسماك فاسدة بمصنع دون ترخيص بالمنوفية. الإدارة تمكنت من ضبط 7 أطنان و404 كيلو إضافة إلى أكثر من 8,000 قطعة حلوى جافة ومقرمشات وعصائر منتهية الصلاحية بالجيزة والإسكندرية وأسيوط والبقهلية. يسعى أبناء قبائل مطروح للحفاظ على تراث أجدادهم وحمايته من الاندثار والذي يتمثل في الأدوات والعادات والتقاليد وأنواع الطعام، بالإضافة للزي البدوي المميز. هو الأمر الذي تحرص عليه تحقيقه القرية البدوية التراثية. المزيد في سياق التقرير التالي.
مع تغول التكنولوجيا الحديثة وسيطرتها على كل جوانب الحياة، أقدم عدد من أهالي محافظة مطروح على تجربة مميزة لإحياء التراث البدوي بإنشاء أول قرية بدوية متكاملة تشمل جميع مظاهر الحياة الصحراوية القديمة، مع تنظيم حفلات فولكلورية تعكس طابع المحافظة التراثي. وأي زائر بيجي هنا طبعا بيشوف طبيعة مطروح في القرية البدوية، من صخور، من جبال، من جمال، من غزلان، من حياة برية، كل حاجة قصتها طبعا في مطروح. أنا عايز يعني طبعا مطروح جميلة وحلوة، ولكن عايزين نعمل إضافة مطروح، إضافة اللي تستحقها مطروح، لأن مطروح بلد دي جميلة، فإحنا عملنا فيها إضافة للبلد. فيه ليل في مطروح، في النهار ممكن تروح البحر، ولكن في الليل بتروح مثلا تيجي القرية البدوية بتشوف محاكاة حياة البدو. القائمون على القرية البدوية يسعون إلى تحويلها لأيقونة للسياحة البدوية التراثية في مطروح، وإلى أن تكون شاهدة على التاريخ الطويل للمحافظة. عندنا شباب متخصص في شرح التراث والثقافة البدوية، نحن نمتلك إرث ثقافي مادي وشفوي وحضاري ووطني رائع. الحقيقة أن كل الوفود تفاجأت بهذا المستوى وهذا الإرث العظيم الذي يمثل الثقافة البدوية. تذكير الأبناء والأجيال الجديدة بالموروثات والعادات والتقاليد الشعبية في بيئة ذات خصوصية هو هدف تحققه القرية البدوية في مطروح للحفاظ على إرث الأجداد. أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية دعم عمل وكالة الأونروا وتعزيز دورها وفقا للقرارات الأممية، مشيرا إلى استمرار المساعي مع الشركاء بهدف الحفاظ على قدرة الوكالة على القيام بمسؤولياتها تجاه الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها. وخلال لقائه المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بيير كريمبول، ثمن شكري الدور الذي تطلع به الأونروا في دعم وتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين. وبدوره أعرب كريمبول عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر في دعم الوكالة والجهود التي تقوم بها على الساحة الفلسطينية. حذر وزير الخارجية سامح شكري من الاستمرار في التراخي بمواجهة الإرهاب في المنطقة، مطالبا بوقفة جادة ضد بعض الأطراف الإقليمية التي تقوم بدعم الإرهاب بشكل مباشر. وقال في كلمة خلال اجتماع مجلس جماعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، قال إنه لا يكتب للمنطقة التخلص من الإرهاب بشكل كامل إلا من خلال تنفيذ مقاربة شاملة تواجه الإرهاب أمنيا وتمنع مصادر تمويله. لقد ضقنا ذراعا من استمرار التراخي في مواجهة خطر الإرهاب المستشري في المنطقة، والذي يحظى بدعم مباشر من أطراف إقليمية معروفة توجهاتها وقنوات إمدادها، بل وسبق وأن ضبطت من قبل أجهزة الأمم المتحدة بالجرم المشهود تنقل سلاحا وعتادا وأموالا ومقاتلين لبؤر التوتر في المنطقة. إنه لا يسعني هنا إلا أن أعيد التأكيد على أن المقاربة الشاملة المتضمنة في قرار تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب الذي اعتمدته قمة القدس الأخيرة بالزهران المملكة العربية السعودية الشقيقة هي الآن أكثر إلحاحا مما مضى، فلن يكتب لمنطقتنا أن تتخلص من خطر الإرهاب بشكل كامل ونهائي إلا من خلال هذه المقاربة الشاملة التي تكافح الإرهاب أمنيا وتمنع في الوقت نفسه مصادر دعمه وتمويله. ندد وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم بالقاهرة بالتدخلات الإقليمية في الشؤون العربية. وخلال مؤتمر صحفي أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن هذه التدخلات تسببت في إطالة أمد النزاعات في دول المنطقة، وأشار إلى وجود توافق كبير بين الدول الأعضاء على أجندة قمة تونس المقبلة. وأضاف أن وزراء الخارجية العرب أدانوا في بيانهم الختامي التدخلات التركية والإيرانية. لم يستغرق أكثر من ساعتين وانتهى بتوافق كامل على كافة الموضوعات.
أحد الموضوعات المطروحة على قمة تونس لإقرارها هو أن تتم القمم السياسية الدورية والاقتصادية للجامعة العربية بالتوازي، بمعنى أن صحيح القمة الاقتصادية تتم كل 4 سنوات، ولكن يا إما في اليوم التالي أو اليوم السابق للقمة السياسية العادية وفي نفس الدولة. قرار الخاص بالتدخلات الإيرانية في الإقليم يتضمن أيضا إشارة إلى تركيا، وبالتالي يطالب بوقف التدخلات الإيرانية التركية في الإقليم. بالتأكيد لا أحد يعترف بالميليشيات المسلحة، بالتأكيد. أعرب وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة عن تقديره للأمانة العامة للجامعة العربية في تعزيز قضايا التعاون الدولي، وحيى الجهود التي قامت بها مصر بتنظيم القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ. ودعا وزير الخارجية الليبي مجلس الجامعة العربية إلى المساعدة في رفع الحظر عن تصدير الأسلحة لليبيا لضمان تسليح قوات الأمن الليبية لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن. إننا في دولة ليبيا على قناعة تامة بأهمية الدور الذي تطلع به جامعة الدول العربية وأجهزتها في سبيل التسوية السياسية اللازمة التي تفاقمت لأسباب أهمها التدخلات السلبية الخارجية التي شجعت بعض الأطراف على عدم الالتزام بالمسار الديمقراطي. وليست بلادي فقط من عانت من هذه التدخلات، فجميعنا وبدرجات متفاوتة اكتوينا بنارها، وأججت على مدار السنوات الماضية خلافاتنا البينية واستباحت حدودنا وسيادة دولنا. ولا بد من وقفة جادة وتضامن عربي أكبر لإيقاف هذا العبث صونا وحماية لوحدة الدول العربية وسيادتها الوطنية. يواصل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بذل الجهود للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، ولقد أوصلتنا التجربة التي خضناها طوال السنوات الماضية إلى قناعة بأن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الانقسام السياسي من خلال إجراء الانتخابات على قاعدة دستورية سليمة تفصل بين المتنازعين على السلطة وتتيح للشعب بأن يقول كلمته عبر صناديق الاقتراع. أكد وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش أهمية تجفيف منابع الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف، وفي كلمة له أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية شدد قرقاش على دعم بلاده للحل السياسي في سوريا لإنهاء الأزمة هناك. تؤكد دولة الإمارات مجددا على أهمية إعادة الدور العربي النشط في الأزمة السورية لمواجهة أيضا استمرار التدخلات الإقليمية الغير عربية والتي تقوض الجهود الدولية لحل الأزمة السورية وتفك معاناة هذا البلد وشعبه الشقيق، بل وتهدد سيادة الأراضي السورية ووحدتها. ولا بد لنا كدول ومجتمعات تعاني من ظاهرتي التطرف والإرهاب أن نقود هذه الجهود وأن يكون عملنا أساسي في دحر التطرف على مستوى المجتمع الدولي. نددت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتصدي للتدخلات الإيرانية نددت بمساعي طهران للتدخل في شؤون الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية وإثارة الفوضى وإدامة عدم الاستقرار في المنطقة. وأدانت اللجنة دعم إيران لعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من اليمن على الأراضي السعودية ومساندة الإرهاب في البحرين وإثارة الفتن والنعرات الطائفية في العراق. كما نددت اللجنة باستمرار التدخل الإيراني والتركي في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها. وأعربت اللجنة عن قلقها تجاه جدية التزام إيران بالاتفاق النووي مع استمرارها في تطوير برامجها للصواريخ الباليستية. المشهد العام في منطقة الشرق الأوسط لا يخلو من تحرك دبلوماسي مصري ومشاورات متواصلة مع القوى الإقليمية والدولية في إطار البحث عن حلول لأزمات المنطقة وتفعيل دورها الإقليمي لاستعادة الاستقرار ومواجهة التحديات المختلفة.
سياسة مصرية ثابتة ترتكز على أهداف عدة يأتي في مقدمتها الدفاع عن المصالح العربية وحل الأزمات الإقليمية بشكل سلمي لا يهدم المؤسسات الوطنية ورفض كل أشكال التدخل العسكري أو التقسيم. القضية الفلسطينية تأتي على رأس القضايا حيث تؤكد مصر على موقفها بدعم كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإعلان دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وخلق الأرضية الملائمة لإحياء عملية السلام والدفع قدما بتحقيق المصالح الوطنية وتوحيد الصف الفلسطيني والتعامل بجدية مع التحديات الإنسانية في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولحل الأزمة السورية تؤكد الدولة المصرية على موقفها المتوازن للحفاظ على مؤسسات الدولة ودفع المسار السياسي على أساس عملية جنيف مع ضرورة الانتهاء من الإجراءات الرامية لبدء عمل اللجنة الدستورية. واستضافت مصر منذ بداية الأزمة الليبية العديد من الاجتماعات لحلحلة الأزمة المستمرة منذ سنوات بهدف توحيد المؤسسة العسكرية والتصدي لخطر الإرهاب، الأمر الذي ساعد الجيش الوطني الليبي بالتقدم في جميع الجبهات والسيطرة على كامل حدود البلاد، كما شاركت الخارجية المصرية بفعالية في اجتماعات دول جوار ليبيا التي تهدف لتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وبناء المؤسسات السياسية الليبية. وحول الأزمة في اليمن، عبرت مصر عن إدانتها الشديدة لممارسات ميليشيات الحوثي في ساحل البحر الأحمر وانتهاكاته للحدود السعودية، مؤكدة على موقفها الدعم للشرعية، كما أرسلت العديد من شحنات الدعم الإنساني من مواد غذائية وطبية للمدنيين اليمنيين المحاصرين بسبب الحرب. استعادة الاستقرار في المنطقة، اتخذت مصر موقفا حاسما من الجماعات الإرهابية وطالبت بوضوح بإدانة الجهات والدول التي توفر ملاذات آمنة لقيادات الإرهاب وملاحقة شبكات تمويله، وتبنت خطابا لمواجهة الفكر المتطرف وقطع الطريق أمام تجنيد الشباب في الجماعات الإرهابية. أعلن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد رفض التدخل التركي والإيراني في سوريا، مشيرا خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن إعادة فتح سفارة الإمارات في دمشق يهدف لمنع التغلغل الإقليمي. من جانبه قال لافروف إن الهدف النهائي هو عودة سوريا لكامل سيادتها على أراضيها. الآن نحن نشهد بزيادة النفوذ التركي، زيادة النفوذ الإيراني و غياب الدور العربي، ونعتقد أن هذا الغياب غير مطلوب وغير مقبول. ولذلك نحن في تعاون مع زملائنا في روسيا وآخرين لبحث احتواء الأزمة، ولكن أيضا احتواء سوريا. ولما أتحدث عن احتواء، أتحدث أن نحتوي سوريا بحيث أن تكون سوريا جزء من المنطقة العربية، جزء من الدور العربي والجهد العربي. مع الأسف الآن نرى سوريا بعيدة عن ذلك. الإمارات قررت إعادة فتح سفارتها في دمشق لبدء هذه المسيرة. هدف النهائي هو عودة سيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية بالكامل، وباعتبار كثرة العوامل التي تؤثر على الأزمة السورية، وباعتبار العديد من اللاعبين الخارجيين الذين لهم مصالح في هذه الأوضاع، فإن هذه العملية لن تكون سريعة، ولكن ضرورة المضي قدما بهذا الاتجاه لا شك به. تحل اليوم ذكرى تولي الشيخ حمد بن عيسى الخليفة حكم البحرين عقب وفاة والده الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة. المزيد في العرض التالي.
قال وزير خارجية الكويت صباح الخالد الحمد الصباح إنه يجب الإسراع في إيجاد حل سياسي في سوريا، مؤكدا أن عودة دمشق لمحيطها العربي هو أمر يسعد الأسرة العربية. وأشار خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أن الحرب في سوريا خلفت دمارا هائلا وأضاعت مستقبل الكثيرين. مباحثات ثنائية معمقة ومستفيضة مع معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية تناولت مختلف المواضيع الرامية إلى تطوير آليات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، وأبرزها العلاقات الاقتصادية المتنامية. كما تناولنا في المباحثات مجمل القضايا الإقليمية والدولية والأوضاع الأمنية والسياسية والجهود المشتركة الرامية لإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه تم تأكيد على ضرورة تسوية المشكلات والنزاعات سلميا ودبلوماسيا وعلى أساس القرارات الأممية. فيما يتعلق بالاتصالات لوزارتين فإنها مثمرة ومفعمة وتحتوي وتشمل كثيرا من الأمور الإقليمية والدولية، وقد عرنا اهتماما خاصا إلى تعامل مع الكويت في مجلس الأمن الدولي، حيث الدولة الكويت تعتبر عضوا غير دائم، وبطبيعة الحال سوف نجري الاتصالات والمشاورات اللاحقة حول هذه الأمور، ولدينا موقف مشترك حول القضايا الدولية الملحة، ونولي اهتماما كبيرا إلى أن المنطقة الشرق أوسطية وشمال أفريقيا إضافة إلى سوريا واليمن وليبيا والعراق. اتهمت موسكو ودمشق الجانب الأمريكي بإحباط الجهود الرامية لإجلاء النازحين السوريين من مخيم الركبان في الثلث الحدودي أو في المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق. وأشار بيان مشترك صدر عن الهيئتين التنسيقيتين الروسية والسورية لشؤون عودة اللاجئين أشار إلى أن واشنطن عبر ممارساتها غير البناءة تواصل عرقلة خطوات غير مسبوقة تتخذها الحكومة السورية لحل مشكلة مخيم الركبان وإجلاء قاطني. كما أوضح البيان أنه تم تهيئة كل الظروف اللازمة لاستقبال وإيواء النازحين في مختلف المناطق السورية من خلال توفير السكن والمواد الغذائية والخدمات الطبية والتعليمية. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إجراء الانتخابات التشريعية يوم 6 أكتوبر المقبل، كما أعلنت أن تنظيم الانتخابات الرئاسية سيكون يوم 10 من شهر نوفمبر القادم، على أن تجرى في الخارج أيام 8 و9 و10 من نوفمبر. كشف مسؤول ملف حقوق الإنسان في وزارة العدل العراقية كامل أمين عن وجود أكثر من 700 إرهابي ينتمي لتنظيم داعش من جنسيات أجنبية مختلفة في السجون العراقية معظمهم من الأتراك. وأكد المسؤول العراقي أن جميع الإرهابيين ستتم محاكمتهم أمام دوائر القضاء العراقي، بينما سيتم تسليم الأطفال إلى دولهم. وأضاف أن الوزارة وضعت خطة لتفادي ظهور جيل جديد قادم من الإرهابيين من خلال تقديم برامج للتوعية من مخاطر الإرهاب في المناطق المحررة، وكذلك للأطفال الذين تم ضبطهم. قالت تقارير إن أكبر 10 مصارف تركية والتي تمثل 85% من القطاع المصرفي سجلت 64 مليار دولار من القروض في عام 2018 نتيجة تراجع الليرة. وأشارت التقارير إلى أن القروض المتعثرة باتت تمثل 17% من القطاع المصرفي في وقت يجب ألا تتجاوز 4.5%. وبيّن التقرير أن الليرة التركية في هذه البنوك خسرت أكثر من ثلث قيمتها لتمثل ثاني أسوأ عملة في الأسواق الناشئة. وتعاني البنوك التركية حاليا من نسبة قروض متعثرة عالية تنذر بأزمة قريبة بسبب عدم قدرة هذه البنوك على استردادها، ما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض المعدومة منها.
قال كمال أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، قال إن بلاده أصبحت بلا خطة إنمائية وبحاجة إلى برنامج تطوير جديد، مشيرا إلى أن تركيا قد تراجعت حتى في مجال الزراعة. وأكد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أن بلاده تحتاج إلى التخطيط بالإضافة إلى وضع مسار عمل، في حين أن بلاده تفتقد للتطوير للمستقبل في ظل التشريعات والقوانين التي لا تخدم سوى الحكومة التركية وليس المواطن. دعت الأمم المتحدة السلطات الفرنسية إلى فتح تحقيق حول الاستخدام المفرط للقوة ضد متظاهري السترات الصفراء، وطلبت الأمم المتحدة الحكومة الفرنسية بمتابعة الحوار وفتح تحقيق معمق حول كل الحالات التي تم التبليغ عنها والمتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة. يذكر أن البرلمان الأوروبي كان أدان في فبراير استخدام الشرطة الفرنسية لبندقية الكرات الوامضة خلال تفريق المتظاهرين، ما أدى لسقوط عدد كبير من الجرحى في صفوف متظاهري السترات الصفراء. أعلنت الأمم المتحدة أن إنتاج الغذاء في كوريا الشمالية انخفض في العام الماضي إلى أدنى مستوياته، وقالت الأمم المتحدة إن موجة حر طويلة وإعصار وفيضانات أثرت بالسلب على المحاصيل الغذائية، حيث شهدت تراجعا بنسبة 9% في العام 2017 لتبلغ أدنى مستوياتها في أكثر من 10 سنوات. يذكر أن بيونغ يانغ تعاني منذ عقود من نقص مزمن في الغذاء بسبب نظام الحصص الغذائية غير الفعال والعقوبات الدولية المفروض عليها لبرنامجها وبرامجها النووية والصاروخية. ختام هذه النشرة المفصلة تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء. مدبولي يؤكد أن الحكومة تعمل على تشجيع المستثمرين وحل جميع المشكلات. فحص أكثر من 3 ملايين مواطن في المرحلة الثالثة من 100 مليون صحة حتى الآن. أبو الغيط يؤكد أن بيان وزراء الخارجية العرب يدين التدخلات التركية والإيرانية. مشاهدينا الكرام، كانت هذه كل أخبارنا للساعة، لكن دوما يمكنكم متابعة المزيد عبر موقعنا الإخبارية extranews.tv. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.